الموجز الإخباري من القدس.com. أهلا بكم. ارتفع عدد الشهداء إلى 14 مواطنا جراء الغارات الإسرائيلية المكثفة التي استهدفت عدة أهداف في قطاع غزة، وكان أبرزها مجزرة طالت مؤسسة للمعاقين في شمال القطاع منذ فجر السبت في اليوم الخامس للعدوان. أصيب في الساعات الأولى من فجر اليوم السبت عدد من المواطنين بالاختناق والإغماء، من بينهم 8 أفراد من عائلة واحدة، خلال المواجهات مع قوات الاحتلال على حاجز عسكري شمال بيت لحم. اعتقلت قوات الاحتلال فجر اليوم شاباً من قرية برطع الشرقية جنوب جنين، كما أصابت العديد من المواطنين بحالات اختناق خلال مواجهات في القرية. ذكرت مصادر للمعارضة السورية أن معارك عنيفة اندلعت بين مسلحي المعارضة والقوات الحكومية في حماة، بينما صعدت القوات الحكومية من وتيرة قصفها المستمر على قرى وبلدات ريف حلب. نهاية الموجز، إلى اللقاء. أينما أذهب عنواني يبقى دائماً القدس. أنتم أيضاً يمكن أن يكون لكم عنوان في القدس.com. ادخلوا الآن إلى mail.alquds.com. إيميل القدس، الإيميل العربي الجديد.